تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبمناسبة أحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 مايو 1945 في ذكراها 76، تحيي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الذكرى تحت شعار الذاكرة تأبى النسيان. وستحتضن ولاية سطيف المراسم الرسمية يوم 8 مايو 2021، على أن تشهد كل ولايات الوطن تنظيم تظاهرات وفعاليات مختلفة تخليداً لهذه المحطة التاريخية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.